مشاهدينا الكرام، اسعد الله يومكم بكل خير واهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. نتعرض فيها الى موضوع عوده المعارض التجاريه الى النشاط بعد توقف دام عام. هذه العوده تاتي عشيه دخول وحلول شهر رمضان المعظم. السؤال المطروح، هل عوده هذه المعارض ستكسر ارتفاع الاسعار؟ والسؤال مطروح اخر الجزئي، هل كل ولايات الوطن بما فيها الجزائر العميقه فيها مثل هذه المعارض؟ لأنه فيها اليوم حديث عن افتتاح معرض في صفاقس هنا في العاصمة يبدأ من 8 أفريل إلى غاية 7 ماي. يتحدث القائمون على تنظيم هذا المعرض بأنه ستكون المواد المعروضة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وهذا ربما لكسر ارتفاع الأسعار. نتحدث عن هذا الموضوع وجوانب أخرى في حلقة البلاد اليوم مع ضيفي الدكتور مصطفى زبدي، وهو رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده ومحيطه. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا، مرحبا. نشكرك على تلبية الدعوة. قبل الغوص في موضوع عودة المعارض التجارية، أمس كنتم في ضيافة رئيس الجمهورية رفقة عدد من الجمعيات المجتمع المدني، كيف تعلقون على هذا اللقاء الذي جمعكم برئيس الجمهورية؟ شكرا. لقاؤنا كان لقاء ثريا، لقاء سده الحوار الصريح، رفع جميع الانشغالات المتعلقة بمنظماتنا وبالمجتمع المدني، وأيضا بعض الانشغالات المتعلقة بالشهر الكريم، ونحن على مشارف هذا الشهر، ونحن كمنظمة علينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع. وكذلك استمعنا إلى السيد الرئيس، يعني أعطانا بعض الحوصلة على ما هو يعني واقع، وكذلك أعطانا بعض التوجيهات وبعض النصائح التي يمكن أن نساهم فيها. وكذلك يعني صراحة أبدى وقوفه إلى جانب المجتمع المدني واتكاله عليه يعني في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. كيف يرى رئيس الجمهورية وضعية الاستهلاك في الجزائر ونحن على شهر مقربة من شهر رمضان المعظم؟ هل أعطاكم توجيهات بخصوص هذا الملف؟ بالفعل السيد رئيس الجمهورية أدان بشدة ظواهر الاحتكار وظواهر المضاربة وظواهر الجشع، كما أدان بالنسبة أيضا للمستهلك ظاهرة التبذير. في هذا المجال يعني طلب منا كتنظيمات فاعلة ميدانيا أن نساهم جميعا يعني مع أعوان السلطات العمومية في هذه الظواهر، من خلال التحسيس، من خلال التوعية، من خلال محاربة ظاهرة الغش والاحتكار والمضاربة، حتى نساهم أيضا ونعمل على استقرار السوق. نعود إلى موضوعنا سيدي الكريم، عودة المعارض التجارية اليوم أو أمس بدأ في صفاقس. يقال أنه من أجل كسر الأسعار من خلال أنه المنتج هو اللي يبيع إلى المستهلك دون حلقات أخرى. كيف ترى هذه المعارض؟ هذه المعارض حسب اعتقادي ليست المعارض الأولى، فلقد سبقتها في السنوات الماضية معارض كثيرة وعديدة ما سمي بالأسواق الجوارية، والتي يعني ربما أشهرها ما كان يعرض في ساحة أول ماي الخاصة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكانت تسمى أيضا أسواق من المستهلك من المصنع أو من الفلاح إلى المستهلك. صحيح أنها تساهم بنسبة في تقليل هذه الأسعار، ولكن هذه المعارض لا يستفيد منها إلا من كان يعني بجوارها، والجزائر هي قارة يعني صراحة، وبالتالي هنيئا لمن يسكنون بقرب صفاقس بهذه التظاهرة. ونتمنى يعني مستقبلا أن يتم حل إشكال ضبط السوق، وكذلك أن نسعى إلى تجسيد المشاريع السابقة والمتعلقة بالأسواق الجوارية، الأسواق الباريزية، لأنه كل سنة صراحة يعني يكون هنالك مشروع ونتباهى به، ولكن للأسف الشديد لا يرى النور هذه الأسواق التي على شاكلة أسواق صفاقس. أسواق جيدة، نتمنى أن تكون فيها الأسعار تنافسية، وسوف نعمل على ملاحظة هذا الأمر يعني حتى ننور المستهلك الجزائري، ولكن نعتقد أنها لا تكفي صراحة، لا تكفي لأجل العمل أو لأجل استقرار السوق. سيد دكتور مصطفى زبدي، يعني أحس بأنك لا تعلق أمال كبيرة على صفاقس هذه، ما البديل في رأيكم؟ شوف، البديل هو قلناه وكررناه عدة مرات أخي الكريم، نحن في شهر الكريم
هنالك بعض المنتوجات التي يكثر عليها الإقبال ومعروفة في شهر الكريم. الناس ما تروح تشري الزرابة وتشري القفلة وتشري القماش وتشري في شهر الكريم، الناس يعني تكوى من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، من ارتفاع أسعار الفواكه الجافة، من ارتفاع أسعار اللحوم، وفي نهاية الشهر الكريم تكوى من ارتفاع أسعار الملابس. وعلى هذا الأساس نحن قلنا أنه لابد من تقريب هذه الأسواق ولو كانت على شكل باريزي مظلات فقط من الأحياء، خاصة أننا نشهد يعني قفزة نوعية في تدشين الأحياء. ولكن لما نشوف حي بألف سكن ولا يحتوي على سوق نظن أنه هنالك مشكل. بالمناسبة يعني أبشر الجميع أنه من خلال لقائنا مع السيد الرئيس علمنا منه أنه أعطى تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بعدم توقيف أي بائع متنقل يعني يقوم بالترويج لبضاعته، خاصة في مجال الخضر والفواكه. يعني الإنسان اللي راه قادر يروح إلى المناطق الفلاحية ويروح يجيب ويبيع يعني فهنيئا له وهنيئا للمستهلك الجزائري، لأنه راح تكون فيها تنافسية. هل فيها تسهيلات هذه الأمور بالنسبة؟ نعم، هذه الأمور التي نحبذها والتي نتمناها أنه تقريب الفلاح يعني بحقيقة من خلال تنقله عبر جميع الأحياء و يعني المناطق العمرانية الكبيرة. سي مصطفى يعني عذرا المقاطعه، او مش الفلاح هو اللي يتنقل سي مصطفى، لا هم يشريوها ناس عنده ال 400 كارباشي هذيك يمشي يبيع ويدي يبيع وراح. نعم هذا هو، هذا هو الشيء الذي يعني، وهذا اللي راح يجريها ب 400 كارباشي ويروح يبيع ما عندوش تكاليف كبيره، وبالتالي راح يديها مشرك ربح صغير وتكون هنالك منافسه. هذا الامر جيد ولكن في الجوده ممكن نطيحوا في انه الجوده ما تكونش، من الرقابه ما تكونش، ما تخافش من هذه. لا لا لا، الرقابه لما تمشي راح تكون الرقابه، ولو انه هنالك تشريعات مؤخرا، هذه التشريعات تمثلت في انه كل بائع متنقل عنده حق انه ياخذ رخصه من مصالح البلديه يروح فقط. راك تشوف التسهيلات، ما كاينش تسهيلات اكثر من هكا. لما نتحدث عن النوعيه هي نفس النوعيه التي يقتنيها التاجر الذي يملك محلا والذي يملك سجلا تجاريا، هو نفسها. كما انت تروح يا هل ترى تلقى كل المنتوجات على شاكله واحده؟ ما تلقاش كل المنتوجات على شاكله واحده، ولكن نحن نتحدث عن المنتوجات التي لا تشكل خطرا. ماناش نهضروا على المواد سريعه التلف، ماناش نهضروا على الياورت والاجبان والفرماج، نهضروا على مجال الخضر والفواكه، والذي ان اردنا يعني حبينا ولا كرهنا هؤلاء الباعه المتنقلون يساهمون بجزء كبير في استقرار هذه الاسعار. الان واليوم انا نهضروا مع بعضنا، رانا نشوف الاسعار الطماطم شحال راهي اخي الكريم، رانا نشوف بدا الكرجات بدات تطلع، وهذه منتوجات نحن صراحه ننتظر ان ترتفع اسعارها، ولكن ننتظر ان ترتفع بنسبه مش بنسبه معقوله لانه ما كانش معقول، ان ترتفع بنسبه قليله حتى نستطيع القول باننا احسن وافضل من السنه الماضيه. دكتور اذا كان ربما تثمن هذه العمليه وهي يعني مساعده التجار المتجولين او المتنقلين، بالمقابل الناس اللي عندهم الريجيست ويخلصوا الضرائب يقول لك انا عام كامل وانا ندفع في الضرائب ونتعب ونشقى، واليوم تمد انت الرخصه لهذا المتجول يبيع كما يحب، وين حقوقي انا؟ كل واحد عنده حقوق، ولكن نحن الان في ظرف استثنائي يا اخي الكريم. هذا الظرف الاستثنائي لو كانت هنالك الاسعار مستقره ولو كان هنالك وفره باثمان معقوله لما لجأت السلطات الى هذا الحد. سنعود الى هذا الموضوع بعد ان نربط الاتصال الهاتفي مع السيد عصام بدريسي وهو مدير الديوان باتحاد التجار والحرفيين وكذلك امين وطني. مساء الخير سيدي الكريم. مساء النور استاذ، تحيه لكم وشكرا على الدعوه، وتحيه للاخ مصطفى الزبدي الاخ الصديق. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا نحن نتحدث عن هذه المعارض التجارية بما فيها صفاكس وربما في ولايات أخرى. السيد مصطفى زبدي هنا، ربما تمن هذه المبادرة بالنسبة لصفاكس ولكن يريد أن تكون في مختلف ولايات الوطن، هل لكم علم بهذه المعارض عبر مختلف ولايات الوطن بما أنتم كاتحاد تجار وحرفيين؟ تفضل. بالطبع نحن بدأنا نثمن هذه المعارض، وهذا الإجراء هو من بين إجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التجارة بالتنسيق مع كل الشركاء ومنها حتى جمعيات حماية المستهلك والوزارات الأخرى لكسر الأسعار.
هذه المعارض ستكون عبر الوطن ان شاء الله، عبر 58 ولايه. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين انخرط فيها من اجل اولا ستبدا هي اولا من 7 مارس، ستستمر الى غايه يومين بعد العيد. هذه العمليه ستسمح ان شاء الله بضبط السوق، خفض الاسعار، تقريب المنتوجات من المستهلك على المستوى الوطني، وكذلك من شان هذه التظاهرات كما تحدثنا دعم القطاع الشرائيه للمواطن، وكذلك تكسير الاحتكار والمضاربه. اذا احنا مره اخرى نثمن هذا الاجراء اللي من شانه انه راح يحد من ارتفاع الاسعار ويحمي المواطن ويحمي الزبون ويحمي التاجر في نفس الوقت، انه التاجر لما ينخرط في نفسه في هذا المسعى يمكن انه يساهم اولا في الحد من تلك الذهنيات التي يشترك فيها جميع المستهلكين والتجار وغيرها، انه شهر رمضان هو شهر التوبه والغفران، شهر الصيام او الرحمه ما هو شهر. استاذ عصام بدريسي لو سمحت فقط، يعني كل عام نقوم بهذه التهليل وهذا التنظير لما يسمى انخفاض الاسعار، التجار يقولوا بان كل الاسعار او كل المواد الغذائيه في المتناول ستكسر الاسعار، ولكن في الحقيقه دائما لما ينزل المواطن السوق يكتوي بالاسعار. ما هي الإجراءات العملية والتقنية لطيح الأسعار عندكم أنتم في اتحاد التجار الحرفيين؟ هل هو كلام فقط ولا عندكم شيء تقني تقوموا به ميدانيا؟ لا ما هوش كلام فقط، هو للأسف شوف حنا ما هوش تهليل، والمجهودات المبذولة كبيرة بزاف، ولكن هو للأسف من ذلك من رشد. المهم من اجتهد فلو أجر وأصاب له أجران وإن لم يصف له أجر، المهم أننا نجتهد ونسعى إلى تطوير والحد من هذه المظاهر. إذن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين انخرط في هذا المسعى، هذا المسعى من شأنه أنه يساهم لما نقرب المواد الاستهلاكية عن طريق هذه التظاهرات، خاصة في الولايات الجديدة، الولايات النائية ومناطق الظل. اليوم احنا نتحدث معك، كان كلمني مكتب من اتحاد التجار هو في أريس، راهم يحضروا، أريس هي منطقة بعيدة في ولاية باتنا، راهم يحضروا من أجل وضع معرض للمنتوجات الواسعة الاستهلاك بأسعار تنافسية، هذا الشيء نثمنوه. سيد عصام بدريسي في الحديث لو سمحت عذرا فقط إلى 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 الهدف المشهود في بداية الحديث مع ضيفي سيد عصام، في بداية الحديث مع ضيفي مصطفى زبدي قال أنه ليس بحاجة لأنه يعني ندير معرض باش نبيع هذيك الزرابي وغير ذلك، المواطن يحتاج المواد الأساسية. هل في حديث ربما عن تقنين أسعار فيما يخص اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك بعض الخضر والفواكه؟ ولكن اسمحني أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، ابقى معنا. إذن فاصل ونعود مشاهدينا الكرام لاستكمال حلقة البلاد اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال حلقة البلاد اليوم، نتحدث فيها عن عودة المعارض التجارية إلى النشاط بعد توقف دام عام كامل بفضل الجائحة. مشاهدينا الكرام، هل عودة هذه المعارض التجارية ستكسر أو تكسر أسعار الارتفاع أسعار المواد المختلفة؟ معي في البلاطو الدكتور مصطفى زبدي وهو رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أهلا بك من جديد. ومعي على الهاتف دائما عصام بدريسي وهو أمين وطني باتحاد التجار الحرفيين، مرحبا بك سيدي من جديد. اهلا مرحبا. سالتك قبل الفاصل سيدي الكريم عن الاجراءات التقنيه والعمليه بخصوص مادتين اساسيتين، تحدث عن اللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الخضر والفواكه، هل لكم يعني امور عمليه تقنيه لتخفيض هذه الاسعار؟ بطبيعه الحال الاجراءات تم اتخاذها وكان في قرارات من السلطات، خاصه قرار رئيس الجمهوريه باعاده استيراد اكثر من 2500 طن من اللحوم الحمراء المجمدات الطازجه والتي من شانها انها راح تكسر اسعار اللحوم. في كذلك اجراء اخر وهو استثنائي ولم يكن سابقا، وهو اللحوم اللي راهي في الجنوب راح تكون في الشمال، هذا من شانه انه راح يخفض اسعار هذه اللحوم هي الوفره، انه المشكل اللي راه صار في شهر رمضان هو في خلل في معادله العرض والطلب. عصام لو سمحت تقول لي اللحوم الموجوده في الجنوب تطلع للشمال، شحال يعني الكميه؟ هل تكفي يعني هذا كامل باش نغطيو شهر رمضان؟ حتى انها ما تكفيش راح تخفف، وهذا اجراء مليح. لما ما تكفيش حتى انها ما تكفيش، احنا ما عندناش المعطيات ولا الاحصائيات الدقيقه، ولكن حتى انها ما تكفيش، ولكن راح تخفف نوعا ما من حده ارتفاع الاسعار و عدم وفرة هذه المادة. لما نقوم بهذا الإجراء احنا نثمنوا هذا الإجراء مهما كان، لأنه وحدة راح يكون فيه أريحية للتجار
راح يكون عندهم وفرة في السلعة أنهم يقدروا يبيعوها، وثانيا راح يكون فيه انخفاض في الأسعار راح يساهم في حماية المستهلك الجزائري من المضاربة والاحتكار. سؤال أخير هذا أستاذ. الإجراء اسمح لي كان سمحت أستاذ، راح يؤدي إلى تكسير المضاربة، ماشي التجار هما اللي عم يضاربوا، وإنما فيه عصابات اللي راهي تضارب وتقوم بالاحتكار، أنه التاجر عنده هامش ربح. هنا عندنا خطأ في التصور لدى المواطن الجزائري، يشوف انه التاجر هو اللي راح يرفع الاسعار، انا ماليش ندافع التجار يرفعوا الاسعار، هي فيها بعض التجار يرفعوا الاسعار وهي حالات شاذه في كل القطاعات، ولكن التاجر عنده هامش ربح صغير. وصلت فكره سيد عصام. نعطيك حاجه استاذ اذا سمحت، التاجر لما يكون فيه وفره، لما يكون السعر منخفض راح يكون عنده ربح اكثر، لما تكون الاسعار مرتفعه. وصلت فكره واضحه جدا، المساله فقط سؤال اخير. مسألة الزيت يعني هل لقيتوا لها حل ولا ما زالت القضية مطولة يعني، وإحنا على قرب شهر رمضان فضلوا يومين ولا ثلاث، ما رأيك؟ مشكلة الزيت يعرفوا الناس الكل، ما زال بعيد الحل تاعو. لا المشكلة لا ماهوش بعيد، المشكلة الزيت يعرفوا الناس الكل، المشكلة الزيت إحنا حسب الإحصائيات والمعلومات اللي عندنا أن الزيت متوفرة، الاحتياجات اليومية للمواطن الجزائري هي الشهرية هي 48,000. يا عصام توفر وتباع في القل ولاية سكيكدا في الملعب. شكرا لك سي عصام بدريسي مدير الديوان وأمين وطني اتحاد التجار والحرفيين. سنكمل هذا المشكل مع ضيفي في البلاطو مصطفى زبدي، مرحبا بك من جديد. السيد تحدث على الزيت يعني ما كانش مبرمج، ولكن شفت الصور ولاية سكيكدا في منطقة القل باعوه في الملعب تاع وفاق القل يبيعوا الزيت، ما رأيك على هذه الظاهرة يعني؟ شوف لما نحضر على الزيت حتى يعني نغلقوا الملف نهائيا، الزيت كمادة مادة أولية مادة نهائية متوفر موجود وستوك معمر يعني واش ما نكذبوش على بلاد على روحنا. المشكل في التسويق، لأن هنالك بعض التجار تجار الجملة تجار التجزئة تخوفوا من قضية الفوترة وهذه الفوترة اللي فيها هامش ربح ضعيف جدا، وخافوا من الارتدادات من خلال يعني الفاتورة الضريبية فتوقفوا عن بيع الزيت. إذا الزيت كاين بصح كيف يلحق المستهلك ما يلحقش، راحوا يبيعوا في الملاعب يبيعوا في المساحات العمومية وإلى غير ذلك. يعني هي سلطاتية ذات مبادرة هي مشكورة يعني، ولكن شوف على كل ربي يعني ما شاء الله يعني ربي سيسهل. أعتقد أنه الآليات الإدارية والميكانيزمات لحل هذه المشكلة وطمأنة التاجر يعني بدات ونحن نشعر بأن الأزمة في انفراج، يعني ما راهيش بتلك الحدة التي كانت عليها في السابق. الآن بعض المساحات العمومية راهي تبيع، ونتمنى تدخل أيضا يعني قطاع الضرائب من مدير الضرائب حتى يطمئن هؤلاء. سي مصطفى زبدي أكيد أنت رحت الموقف يعني رحت للمصنع تاع الزيت وتكلمت مع المصنعين، يعني هل في تطمينات باللي تهنوا من المشكل هذا؟ يعني عدنا نكرر عندهم والله عدنا نقول نتكلموا على الزيت هذا غريب أمر. عندهم الزيت الزيت متوفر، نهضروا على الزيت المدعم متوفر وبسعره القانوني. الآن يهدر لي كاش مشاهد يقول لي راني لقيت زيت انا اللي كان يدير ب 60 70 الف او يدير 100 الف، نقول له اخي هذاك ماهوش مدعم، هذاك ما فيش الاحفاءات الجمركيه والاحفاءات التيفيه وكذا، هذاك ماهوش مدعم. اما المدعم فهو متوفر وباسعاره القانونيه، ممنوع على كل تاجر يزيد فيه دوره، اذا زاد فيه دوره عليكم بمصالح الرقابة للتواصل معها. نبقى نعود لعودة المعارض التجارية. قبل كلمتني على المتجولين قلت لي بيعوا مواد يعني ما هيش يعني التلف، معرضة للتلف. مسألة اللحوم السيد يقول لك يطلعوا اللحوم من الجنوب للشمال، يعني ترى هذه كافية يعني كل عام اللحم يقول لك يتباع ب 80,000، نزلنا بعاد على الموضوع هذا ولا قرابة؟ شوف هي كمبادرة تستحق تثمين، لأنه مهما كان إذا بدأت هذه السنة مستحيل أنه سوف يتم إغراق السوق وإغراق مدن الشمال باللحم الجنوب. لا، لازم نعرف أنه منذ سنوات أنه اللحم الجنوب ممنوع يطلع لأسباب بين قوسين صحية بيطارية ما نعرفه. الآن الاستراتيجية هي أنه يتم ذبح هذه المواشي في الجنوب وتطلع الهياكل تاعها تطلع اللحوم إلى الشمال. أنا أعتقد أنه الجنوب يعني فيه ثروة حيوانية لا بأس بها، وحتى لو كان نروحوا إلى أقصى الجنوب هنالك نوع من الماشية نوع يعني بأثمان زهيدة، من الناس تروح أنت إلى الجنوب تلقى ثمن الكبدة كما ثمن اللحم ولا لا لا، إحنا الكبدة يدير 300,000 ثم راه يدير بسعر اللحوم. إذا هنالك ثروة غير مستغلة
لبعض القوانين التي كانت تطبق في منع النقل. الآن مبادرة أعتقد أنها راح تبدأ بالعقل حتى نلقوا سوق، حتى يلقوا يعني شبكة توزيع. مبادرة تحتاج التثمين، ولكن باش نقولوا باللي خلاص قضية الأزمة ما لا أعتقد ذلك. وش رايك في الموضوع لأنه يتحدثوا كذلك على استيراد اللحوم المبردة؟ أعطوا وزارة الفلاحة باش يمدوا للرخص، ولكن تقريبا قبل 15 يوم. هل هذا كافي باش يدخلوا لحوم من برا الجزائر وناكلوها في رمضان؟ شوف، اللحوم المبردة الحمد لله ما هيش لحوم مجمدة، هذه أول حاجة، لأنه اللحوم الجماعة كان مسألة نوعية ومسألة غش الآن هي وفي حلال وفي حرام وفي كذا. لحوم مبردة حاجة مليحة. اللحوم المبردة سوف تكون عامل استقرار. نحن نتمنى أننا نستورد لا اللحوم المجمدة لا اللحوم الباردة، تكون عندنا اكتفاء ذاتي، ولكن هذا هو واقع السوق، حتى أن ثروتنا الحيوانية ما نش عرفناها. وبين قوسين هذه من الأمور التي تحدثنا معها عن يعني الرئيس وصارحنا بها، كان حتى الثروة الحيوانية تاعنا ما نش حاسبينها، ما نشحن عندنا رأس بقر ولا غنم، ما نش حاسبينها. إذن هذا الإجراء الاستثنائي في استيراد اللحوم المبردة هو لأجل التحكم في الأسعار. نعرف وشوفنا وشاهدنا أنه يومين ثلاثة قبل الشهر الكريم يعني هنالك ارتفاع نسبي في أسعار اللحوم. كي ترتفع أسعار اللحوم الحمراء ترتفع معها أسعار اللحوم البيضاء، والحوت ما نهضروش عليه إطلاقا، يعني غير ما كان لا تهضر لي عليه. هنا في هذه الإجراءات نحن نثمنها. صحيح أنه هنالك بعض التأخر في تطبيق هذه الإجراءات من خلال الآن راهي كاين منح التراخيص. نتمنى أن هؤلاء المتعاملين اللي ربحوا هذه التراخيص يعني وهذه الصفقات أنهم يسارعوا باش على الأقل يكون هذا اللحم متوفر في الأسواق في اليوم الأول والثاني من شهر رمضان. بالنسبة للحلول اللي تراوها أنتم في منظمة حماية المستهلك تكون فعالة، أنا سألت سؤال أنت على التجار، نسألوا كذلك عن المستهلك، واش باغيين تديروا المستهلك هذا؟ هل الجمعية تاعكم هي فقط تبلغ رسائل مكتب تسجيل للمشاكل، ولا عندكم مبادرات وحلول باش تساهموا فيها في حل هذه الإشكالية ارتفاع الأسعار؟ عندنا أيضا قوة اقتراح. احنا ما رناش أداة رقابة ولا أداة ضبط، ما عندناش قانون جمعية المستهلك، ما عطاناش هذه الصفة. نحن نقوم بالتحسيس بالتوعية بالاقتراح. المنظمة تقوم بهذا العمل وتقوم بتقديم اقتراحات ومدينا اقتراحات عديدة في شتى المجالات. هنالك ما يؤخذ بها وهنالك ما لا يؤخذ بها، غير ذلك ما نقدر ندير والو. نساهم في تغيير بعض الظواهر كالتبذير خاصة في شهر رمضان، نساهم أيضا في التبليغ عن الاحتكار وعن المخازن، نساهم أيضا في محاربة المضاربة من خلال التبليغ، نساهم في استقرار أسعار المواد المقننة. لما يتباع مثلا الزيت بغير سعره المقنن نبلغوا تدخل الأجهزة الرقابية. إذن هذا هو المجال تاعنا، مجال محدود في شأن يعني استقرار الأسعار أو وفرة المنتوج. ما عندناش ميكانيزمات أخرى كجمعية يمكن أن نتدخل فيها. كيف في سؤال أخير، كيف تتوقع يعني رمضان على الأبواب يدخل علينا إن شاء الله بالبركة والربح، ظهروا ثلاثة أيام، كيف ترى السوق مستقبلا؟ يعني نبقاو دائما في الإشكالية هذو ما نلقاو حتى حل، يعني نجيبوا نديروا حلقة نسألوا دائما الأسعار تحبط تطلع، كيف ترى واقع السوق؟ شو حتى أصارحك، يعني نحن ما نتوقع، أصارح المشاهد بطبيعة الحال، نحن ما نتوقع أنه راح يكون هنالك ارتفاع في بعض المواد. هذا شر لابد منه، يعني بعض المواد الفلاحيه وربما بعض اللحوم البيضاء. بالك الاسبوع الاول برك نصبروا شويه، هذا ما كالعاده نصبروا شويه. لو كان بولان واضو كيقول لك يومين قبل رمضان ثلاث ايام وخمس ايام بعد رمضان، نفس الديسك راح نجيب تاع السنه الماضيه. اذا اعتقد انه راح تكون هنالك، ولكن نحن ما نتمنى انه هذا الارتفاع ما يكونش كبير. لما يكون 10 حتى 20% فهو محتمل، ماذا بينا ما نشوفوش الارتفاعات التي شاهدناها تاع 50 و100% حتى نستطيع بعدها
أو نتحكم في السوق كما ينبغي من خلال آليات وخلال مراسيم وقوانين. ما تبعتوش برسالة للمستهلك للصائم الجزائري ما يطيحش على الأسعار، على الأقل يصبر سمانة ولا واش رأيك يعني؟ ما يطيحش على المنتوجات قصدك؟ بطبيعة الحال هذه الرسالة لابد، هذا شهر عبادة، وسلوكاتنا وللأسف الشديد هي التي تزيد الطين بلة، هي التي تساعد المضارب وتساعد المحتكر. وكاينة حاجة واحدة أخرى نقولوها لخوتنا، لما تروحوا تقبلوا وقت تقتنيوا المنتوجات بكثرة راكم تضروا أولا جيوبكم وتضروا خوتكم اللي ما همش قادرين، خموا فيهم، هذا هو شهر الصيام. إذا أنت لما يجي وقت الفطور تروح تطيب طبسي وتحب تصدق إلى غير ذلك، يمكن أن تساهم أيضا في هذا الأجر من خلال تحكمي، يعني تحكم نفسك في هذه المقتنيات ولا تقتني الا ما تحتاجه. ولحد الان انا ما شريت والو، يعني ما شريت العطله هذه انا خدمتها ماشي، قلت لي واحد زوج بياض نزيت الويكاند هذا انا خدمت مروحش فالقل. شكرا لك سي مصطفى الزبدي على هذه التوضيحات الخاصه بعوده المعارض التجاريه، نلقاك في فرصه قادمه بحول الله. الشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لحلقات البلاد اليوم، نلقاكم في وقت قريب بحول الله. الى ذلك من حين اطيب المنى، سلام.